عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم بنانية؟ رمضان كريم وعيد سعيد عليكم. معانا النهاردة تكات بقى، هقولك يعني ايه للبنانات الجديدة اللي بتقابلهم المشكلة دي. طبعا في شغل البيت، احنا شغل البيت ما بيخلص، واللي بنعمله بنعيد ونزيد فيه. انت ساعات كتيرة بتبقى عايزة تعملي الحاجة وتنجزي فيها وتبقى نظيفة وجميل. النهاردة الفيديو بتاعنا عن الستاير وغسيل الستاير. هتقولي لي هي مشكلة؟ لا مش مشكلة خالص، هفهمك، اصبري معايا. بصي يا ست الكل، اولا ناخد واحده واحده. انت لو غسلتي، لو جربتي تغسلي الستاره بتاعتك بالدبابيس بتاعتها دي، بالصناره ديت كده ديت، او الحتت ديت، او حتى ديت، بتروح شاده معاكي في الستاره، هتطلعي تلاقي الستاره ايه، كعارفه الطرحه ما بتبقى مشدوده ولا كده، هتبوظ كلها. دي حاجه. ولو حطيتها هتنغسل برضو، دي بلاستيك بتنقطم. دي حاجه، بيبقى حسب نوع غسالتك. انا بتاعتي هاف، فهي انا ما جربتها قبل كده في الاول الجواز، بقى كان عندي ستاير غير دي، وحطيت الستاره زي ما هي كده، طلعت الستاره هقول لك ايه، الفتل بتاعتها كلها مشدوده، كانت زباله قوي الصراحه يعني. طيب اول حاجه معايا في اول نقطه بقى، انا كواحده بشتغل في البيت، انا ببقى نهد حيلي عشان اعمل الحاجه وعايز انجز بسرعه، فاعمل ايه بقى؟ هقول لك حاجه، ازاي اغسلها بده وده ينغسل معاه، لان ده بيبقى عليه تراب وراه اخر، ومن غير ما الحاجات دي تقع معايا في الغساله وتنكسر او تشد معايا في الستاره وتنغسل في نفس الوقت. هتروحي جايبه بقى اهو بيهم، اهو اهو الستاره دي طبعا لسه مغسوله، دي بتاعه المطبخ دي اهي، خلاص كده اهي لميناهم مع بعض ماشي اهو. هعمل قعبرة كده تدويرة يعني، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. يعني ايه؟ كأنك بتلفيهم كحكة كده، تعملي عقدة، بس عقدة تخينة عشان اهي هوريها لك دلوقتي. اه شفتي اهي، وهم هنا هم هنروح حاطينهم جوه العقدة دي اهي، خلاص. تجيبي بقى، شوف النقطة دي، لو انت الغسالة بتلف تلف هتفك العقدة دي. طب اعمل ايه بقى؟ معاكي طرح قديم، طرح من بتوعك اللي انا بلبسهم دي، انا بلبس كيس مخد، اي حاجة من اللي بتنغسل تروحي لفاها بيهم كده، قفلي عليهم. انت هتقفلي عليها والميه هتوصل لها اهو، وهتطلع نظيفه ومن غير بقى ايه اهي. وتروحي حاطه الستاره بتاعتك كلها في الغساله تنغسل زي ما تنغسل، عمري ما دي هتفك ولا اي حاجه. تيجي تفكيها بعد ما تغسل، هتيجي تفكي ده كده اهو، فكي ده كده اهو، وتروحي فكه ده ايه العقده بتاعتنا اهي، ما احنا مش عاقدينها قوي، احنا بس عايزين يكون ده متداري كده. وممكن تداريه من غير ما تعملي العقده، تروحي حاطاه وحط عليه الطرحه، ربطاها بكيس مخده كده يعني اه، وتروحي عامله كده اه، وهتطلع معاك الستاره بالجمال ده والحلاوه دي. الستاره ديت محطوطه على باب المطبخ، الستاره اهي، لو شبكت بقى في الصناره دي او البتاعه دي بتبقى الفتله بتاعتها شدت كده اهي، فانت تعمليها كده خلاص. طيب دي حاجه، الستاره ديت على باب المطبخ كانت مليانه بقع بقى، مكان ماسك الايد، مكان الكلام ده كله. بنعمل ايه؟ كلوركس الوان مع ميه، الميه البارده ما تخليهاش تكرمش خلاص. طب افرض انا غسلت طب ميه سخنه، عشان في حاجات كتيره هنا تبقى دافيه، مش ميه سخنه مغليه عشان بتخلي الحاجه تكرمش منك، يعني ميه مخلطه برده على سخن، على كلوركس الوان، على بريل، على اري، وتحطي خل وملح. طيب الخل والملح فايدته ايه بقى في الغسيل؟ الملح بيثبت الالوان، الخل بينظف وبينعم الالوان ويزهزه معك الالوان، وبيكربوناته او بيكنج باودر، كيس من هنا وكيس من هنا، يعني هتحطي بيكنج بيكربوناته طبعا الافضل 100%، البيكنج باودر اقل منه 80%، وتاخدي هتاخدي بصي لون نظيف، نظافة جميل، حاجة جميلة جدا جدا جدا، وناعمة وطرية وريحتها جميلة اهي.
الخل والملح والبيكنج باودر او البيكربوناته حاجه تحفه في الغسيل يا بنات. طيب انا خليها بقى مفروده كده ازاي؟ زودي الخل معاكي في الميه، اما تيجي تجففيها تبقى مش مكومه عليها هدوم كتيره وانت بتجففيه، يعني تحط الستاره اللي حاولي تحط الستاره لوحدها تكون مفرفره كده تتجفف، سواء في مجفف ده او في الاوتوماتيك، وتطلعيها تفرديها تنطريها كده وتروحي فردها على الحبل بمشابك كتير هتطلع مفرود. ده انا جايباها من على الحبل اهي مش مكسره ولا اي حاجه، جميله خالص. طب التركه التانيه بقى، ودي انا مهمه جدا 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 عشان ايه؟ استنى بس نوصل لاول الستاره اهي. الحاجات ديت بتبقى بلاستيك، فاصلا هي بتدوب بالوقت، بتدوب بالوقت وبتتكسر اهي. اهي شفت التكسيره بتاعتها مكسوره اهي. واما حتى لو مش مكسوره، استنى ما اجيب لك واحده مش مكسوره، استنى ما اجيب لك اهي. انا اصلا ما بحبش البتاع ده بس ما فيش غير او انا ما اعرفش فيه موجود جديد ولا لا. اهي كده بندخلها كده اهي، المفروض بتدخلها هنا وتبقى كده وتشبكها في الماسوره بتاعتك، صح؟ طيب لو انا بتاعي مكسور بقى او ديت انا بعمل كميه وكل شويه يقعوا مني، اعمل ايه بقى؟ بصي بقى التركه دي بقى، بصي كده اهي عاديه خالص اهي. استنى مش عارفه انتم مش شايفين كده اهي، كده باينه بصي اهي، وبندخلها كده. شوفي انت ما بتيجي بتتغطي عليها الحته دي متسلكه ان هي تخش وكده، وترفع لك الستاره كمان من على الارض اهي. شفتي ما بندخلهاش من هنا بقى، بندخلها من تحت كده اهي، وبتيجي تدخليها بقى بتبقى ثابته ومتينه اهي. اهي بص دي كده ممكن تقفلي عليها كمان، تتك على دي كده تقفلي عليها، بنسى ايدك جامده شويه اهي ومش هتطلع اهي. واحنا اتعلمنا هنغسل دي بدي ازاي في الغسال اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، شفت دي كده؟ استخدمي الخل والملح والبيكنج باودر وبيكربوناته، لو عندك ليمون، الحاجات دي بتحافظ اولا بتعقم تعقم شديد جدا، بتحافظ لك على الالوان، بتحافظ لك على الالياف والانسجه بتاعه القماش. في ناس تيجي تغسل حاجتها تعيش معاها سنين، وفي ناس تغسل حاجه تهراها من اول سنه وتحس ان هي معفنه. مش معفنه، لا، المنتجات اللي هي بتستخدمها بتهري الحاجه بتاعتها. فده يعني ده الاسترخاص في الحاجات دي. طب شويه بريل، انا حتى شويه بريل كده، شويه اريال كده، شويه ملح اكله عادي شويه صغيرين، شويه خل شويه صغيرين، كلوركس الوان، هاتي كلوركس الوان، ما تجيبيش خلطه اهي. شوفي بقفل من هنا اهي، انا قفلت اهي، بضغط عليها كده اهي، تقفلك على الحلقه على طول اهي. اهو شفت كده، وتلاقي الالوان عندك مزهزهه والحاجه حلوه والحاجه نظيفه، بدل ما تقعدي ما تسترخصيش في الادوات التنظيف، لان الحاجات اللي عند المنظفات مش هي نفس المنتجات اللي في المعبيه على فكره. كلوركس الوان اللي المغلف والمعبأ مش هو اللي بره. عايزه الجمده بس شويه، شفتي؟ الحلقات ومشكله الحلقات، والستارة طالعة بصي كأنك كوية، كأنها مكوية، كأنها مكوية. ودي بتاعت المطبخ على فكرة، ما شاء الله جميلة. شوفي انتي بقى تتبعي النصايح ديت، جميلة، توفر عليكي وقت كتير جدا في الحلقات ديت اهي اهي، وثابتة وجميلة، وتقدري تظبطيها زي ما انت عايز. اتمنى تشترك معايا في القناه وتحطي لي لايك يا جميل، وكل سنه وانتم طيبين. معانا فيديوهات تحفيزيه لشركات التنظيف، لخلطات التجميل، لخلطات التخسيس، قناتي هتعجبك جدا جدا. اشتركي معايا في القناه وحطي لي لايك يا جميل، ورمضان كريم وعيد سعيد عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.